طيب سؤال أخير يا شيخ، بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وشاب نشأ على عبادة الناس سبحانه وتعالى في طاعة الله. في طاعة الله، نعم. هناك شباب يعودون إلى الله سبحانه وتعالى في السن 25، في السن 24، يعني يكون بعد البلوغ يعني في ضياع، ويكون قد عصى الله سبحانه وتعالى، وقد يكون تارك للصلاة، فبعد هذا السن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويكون من عباد الله سبحانه وتعالى، هل يكون يعني من داخل هذا الحديث؟ ينظر للسن، السن عندهم درجات، سن الشباب سن القبولة وسن الشيخوخة وسن الهرم، فيرجع إلى 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 هذا. فالذي في 25 لا زال في الشباب، ولكن مع ذلك لو فرض أنه لم يستقم إلا بعد 30، فإن الله تعالى يقول في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهؤلاء الذين تابوا بعد أن كبروا وعملوا عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات ويكتب لهم إن شاء الله ما يكتب لغيرهم، وإذا قدر أنه لم يكن كذلك فقد فاته خصلة من الخصال التي توجب أو التي يكون بها ظل الله عز وجل، فلا تفوته الخصال الأخرى. نعم.